ما حدث بالأمس في مدينة تطوان من أعمال شغب قامت بها بعض المحسوبون على جمهور الوداد الرياضي البيضاوي، يعني أمر مؤسف جدا وكيبين المستوى الخطير جدا اللي وصلت له فئات عريضة من الشباب المغربي. يجب تدخل، يعني تدخل حازم من الجامعة الملكية، ايضا يعني تفعيل قوانين صارمه ضد، يعني ضد الجماهير اللي ما كتلتزمش بالاخلاق الرياضيه، باحترام المدن او ساكنه المدن اللي كيمشيو يلعبوا فيها. شفنا البارح تكسير السيارات، السرقه، الاعتداء على المراه، على النساء، يعني اشياء يعني مقززه. وزارة التعليم كتحمل حتى هي جزء من المسؤولية، ما نهضروش غير على الجامعة الملكية لكرة القدم فقط، بل أيضا على التعليم اللي كي يعني جزء كبير المسؤولية كيتحملها حتى هو. طبعا كاين مسؤولية الآباء أيضا، كيفاش كيطلقون ولادهم قاصرين، أطفال يعني أطفال صغارين، كنا كنشوفوا أطفال ذات 15-16 سنة وهما مطلقين في الشوارع كيجيو يعني وكيسعاو، عطيني باش ندخل للكامبو، عطيني باش ناكل، عطيني باش نرجع من كازا، يعني أشياء يندى لها الجبين. المجهودات الأمنية اللي تبدلت يعني هي مجهودات كبيرة، ولكن صعيب أنك تضبط يعني مجموعات منتشرة في كل أحياء المدينة. يعني شفنا البارح مجموعة الأحياء المحيطة بالملعب رغم المجهودات الكبيرة، واللي أصفرت حسب بلاغ ولاية أمن تطوان على اعتقال 33 من هؤلاء المشاغبين اللي مجين ومعاهم السكاكين، يعني تنية أنهم يجيو يشوفوا مباراة كرة القدم، ما عندهم شيء، ولكن عندهم نية السرقة، نية مهاجمة ممتلكات خاصة بالناس، يعني اللي كتجبر معاهم الهراوات والسكاكين والشفاري، يعني أشياء يندى لها الجبين. أيضا هي مسؤولية فريق الوداد الرياضي البيضاوي أنه وأيضا الألتراس الوداد خصهم حتى هما يساهموا في ضبط المحسوبين عليهم، لأن هذه كتوسخ السمعة لوداد الأمة. اللي حنا كاملين كمغاربه في تطوان في جميع المدن المغربيه كنفتخروا بالوداد، لان الوداد ما بقاش الوداد الدار البيضاء فقط، بل هو وداد المغاربه كاملين، وبالتالي عليه المسؤوليه الاولى كيتحملها حتى هو، مسؤوليه كبيره على الالتراس الوداد وعلى النادي الوداد، باش انهم يأطروا الجماهير اللي كتنقل معهم، باش انهم يضبطوا المراهقين اللي كيتنقلوا معهم. صباح الخير عليكم، حنا بمدينه تطوان كفاعلين جمعويين وكشباب ديال المدينه، شفنا البارح واحد الحاله ديال المشجعين، بعض المشجعين باش ما نعممش ديال الوداد اللي جاو يتفرجوا مقابله مع المغرب التطواني، هرسوا لنا بزاف ديال الحاجات. حق كان واحد الرعب من الساكنه، سكان تطوان معروف عليهم الامن والامان، الامن الحمد لله موجود في تطوان بالليل بالنهار، ما عندناش هذا المشكل. سكان تطوان كذلك يرحبوا باي ضيوف ديالهم، اي جماهير ديال المنتخبات كامله والفرق كامله، بالتالي حنا الابواب ديالنا مفتوحه لاي واحد مرحبا به، الا انه يحترم الجو العام لهذه المدينه، يحترم السكان ديالها، يحترم الامن ديالها. اما السرقه والنهب والضرب وتهريس السيارات ودخول الحوانت، هادشي هذا ممنوع منعا باتا، خص الاجراءات تكون صارمه ويشددوا العقوبات باش ما تكررش هذه العمليه في اي مدينه كانت. السلام عليكم، معكم هشام من تطوان. صراحه البارح الشيء اللي وقع مؤسف جدا جدا، صراحه مدينه تطوان عاشت واحد الرعب حقيقي، لولا الالطف الالهيه لكانت كارثه، وحنا ما بغيناش هذا الشيء يوقع، وخصوصا مدينه الدار البيضاء لان مدينه اقتصاديه تبارك الله. شفنا شي ظواهر غريبه جدا جدا، تصور الانسان وصلت به الجرأه انه يدي طونيك تدخل للمحل يسرق طونيك، وفي تطوان نقول له يعطيك غير الفلوس راه يعطيها لك، لا ما تسرق ولا تطول يدك ولا تطيح من القيمه ديالك ولا تطيح من قيمه المدينه ديالك او الفريق ديالك. وصراحة لولا تدخل رجال الأمن اللي مشكورين من هذا المنبر لكانت كارثة. تفاجأنا ونتمنوا إن شاء الله السلطات تاخذ بهذا الشيء اللي وقع بعين الاعتبار الماتشات الجايين سواء على المستوى الوطني، وهذه مدينة ديالهم مرحبا به يجي في أي ساعة، لأن مدينة تطوان معروفة مدينة السلم والسلام والأمن والأمان. وكنشكركم ونتمنى هادشي ما يتكررش مره اخرى ان شاء الله، وشكرا.